بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. الجاحظ المعروف يقول: لو اجتمعت العرب على أن يأتوا بمثل هذه الكلمة في الاختصار والعمق لما تمكنوا من ذلك، وهذه الكلمة لا تصدر إلا عن أمير البلاغة. قيمة كل امرئ ما يحسنه، كلمة واضحة، كلمات واضحة، ولكن المدلول عميق. ليس قيمة الفرد بالمال، وإنما بما يعرفه من مهنة، من صنعة، من علوم تحملها. وأهم ما ينتفع به الإنسان وينفع الآخرين العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نحن في تتميم كلمات الطبرسي رحمة الله عليه في الاحتجاج، حيث ذكر فضل العلم والعلماء. بعض الروايات الأخرى نذكرها إن شاء الله. من الروايات أنه بهذا الإسناد، يعني بالإسناد الوارد عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال: قال محمد بن علي الباقر عليهما السلام: العالم كمن معه شمعة تضيء للناس. الرجل الواقف في الظلمات في عرصات مظلمة، إن أشعل شمعة هذه الشمعة ترشد الناس إلى الطريق، ترشد الناس أن لا يقعوا في حفرة، أن لا يتورطوا في مشكلة، فيلتف الناس حوله، وقد ينقذهم من مخاطر وأهوال، لأن الظلمة واحد ما يشوف فيها. وتشبيه العالم بمن معه شمعة في نقطة لطيفة، لأن الشمعة هي تحترق لتضيء للآخرين. فالعالم الذي يريد نشر علمه هذا يجب أن يوطن نفسه للمشكلات، يعني قطعا أنا في هداية الآخرين أتورط في مشاكل متعددة، أصرف من وقتي، من عمري، قد أصرف من مالي لهداية الآخرين، ومع ذلك أتهم. السيد الوالد رحمه الله كان يقول: من يعمل الخير يتهم، الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة، أما الشجرة غير المثمرة أحد ما يجي يرميها بالحجارة، لأن الناس يريدون أن يتزودوا من ثمرة تلك الشجرة فيرمونها بالحجارة لتقع الثمرة. أن يوطن الإنسان نفسه للمشاكل. الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، هؤلاء هم من كانوا في أوج المحن والمشاكل، وعذبوا أشد أنواع التعذيب النفسي غير الحروب التي خاضوها، من أصحابهم، ممن كانوا يريدون أن يعلموهم. رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن رموه قومه بالحجارة فسالت قدماه بالدماء، ما الذي دعا؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مع ذلك تحمل هذه المصاعب لينقذ الآخرين، إلى أن الله عز وجل خاطبه أنه إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، ليش تتعب نفسك؟ أنت أوصل الفكرة،
أوصل الكلام الصحيح، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليه. إذن توطين الناس، لأن كثير من الأحيان العاملون في المجال الإسلامي من علماء من مثقفين، هؤلاء بعد فترة وتحمل مشاكل قليلة ييأس. لو كان اليأس له مدخل إلى شخص، كان الأفضل أن رسول الله صلى الله عليه وآله ييأس، هذا الذي كان عزيز قومه، وإذا بعد سنين عديدة في مكة لم يؤمن له إلا القليل القليل، وكان في فترات متطاولة في محنة وعذاب وبؤس ظاهر، مع ذلك صمد وصبر. لذلك في الآية، في الرواية الأخرى، هناك آية نذكرها تدل على أن المرابط عليه أن يصبر، أن أول خطوة للمرابط عن ثغور الإسلام الصبر. إذا واحد ما عنده الصبر، هذا إن شاء الله هو يكون رجلا طيبا ويدخل الجنة، أما هل يمكن أن ينقذ الآخرين؟ هذا ما لا يكون. العالم كمن معه شمعة تضيء للناس، فكل من أبصر بشمعته دعا بخير. تارة العالم تكون عنده شمعة صغيرة، نفر، نفران، ثلاثة يستفيدون من نور هذه الشمعة، وتارة يحمل معه فانوسا، وتارة يحمل معه الشمس. واحد كثر علمه، كثر نشر علمه للآخرين، هذا يمكن أن الآلاف يهتدون به. كتاب كتبه المرحوم شرف الدين رضوان الله عليه، المراجعات، حقيقة عشرات الآلاف إن لم نقل مئات الآلاف اهتدوا بهذا الكتاب. يمكن ما كان هو في باله أن يهتدي هذا الجم الغفير بهذا الكتاب. حتى أحد الإخوة من الذين كان يذهب إلى السودان قبل 20 سنة كان ينقل، يقول الكتاب الواحد من المراجعات يساوي مستبصرا واحدا في السودان أقلا. يعني أنا هناك إذا أطبع 1000 كتاب فبعد سنة أعطيك 1000 مستبصر. هكذا وعلماؤنا الذين حفظوا الدين وأوصلوا الدين، الآن أوسعوا الأديان انتشارا أو أوسعوا الشرائع انتشارا في العالم الإسلام للواقع الذي كان يحمله. طبعا لولا الوهابية، لولا المتشددون، لا جاز الإسلام العالم أسرع وبصورة أشمل. كذلك فكل من أبصر بشمعته دعا بخير. فنحن وهذه الشمعة، شمعة صغيرة، شمعة عظيمة، نورها كنور الشمس. هذا الأمر بيدنا، نتعب الآن ونهتم في هداية الآخرين لاحقا، يمكن ذلك. الشيخ أحمد القمي المعروف أنه كان في قم وذهب إلى تايلاند، شوف أنا شنو أسوي في قم، بكثرة رجال الدين موجودون في قم، فذهب إلى تايلاند، هناك ظل وبقى ووصل إلى مراتب عالية، وإسلام تايلاند ببركته. المسلمون الآن يمكن الآن مئات الآلاف في تايلاند، هؤلاء حتى حكام تايلاند لقرون أو لفترات متطاولة من الزمن كانوا من المسلمين، يعني جد هذا الحاكم الفعلي اللي هو بوذي الآن طبعا كان مسلم ببركة رجل دين، رجل دين جدا متواضع، ولكن كانت همته همة السماء، همة الجبال. فكل من أضاءت له علمه، فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرة. الحيرة يعني التردد، الاضطراب، الارتباك. أو نجا بها من جهل، سواء جهل بسيط، جهل مركب، لا فرق في ذلك، فهو من عتقائه من النار. احنا كم ألف عندنا في يوم القيامة، نأمل أن نرتبط بشخص لينقذنا من عرصات يوم القيامة، ولكن
لو وفق الإنسان أن يهدي الآخرين فهو يكون شفيعا لهم، ويعتق هؤلاء الذين أوصل لهم الهداية واهتدوا إلى الجنة. شلون مكانة عظيمة مرموقة، وهنا مزرعة الآخرة. والله يعوضه، فأولا هذه المكانة له أن يعتق، أن يعتق من هداهم. ثانيا، والله يعوضه عن ذلك بكل شعرة لمن اعتقه ما هو أفضل له من الصدقة بمئة ألف قنطار. مئة ألف قنطار، شنو القنطار؟ في كتب اللغة يقولون بأن القنطار جلد الثور إن ملئ ذهبا هذا يسموه قنطار. اجقد جلد الثور يحمل الذهب كم كيلو؟ طن، أكثر من طن، هذا يسمى قنطار. فهذا أفضل له من 100,000 قنطار على غير الوجه الذي أمر الله عز وجل به. إذا واحد يصدق في غير ما أمر الله هذا ينفعه؟ مو أنه ما ينفعه، بل هو وبال عليه، بل تلك الصدقة وبال. وبال يعني الثقل، شدة، ضيق، سوء العاقبة. هذه الصدقة تؤثر سلبا، يعني إذا واحد يكون منحرف ويجلس في بيته أقل سوءا من المنحرف الذي يبشر بانحرافه ويوجب انحراف الآخرين. واضح هذا. بل تلك الصدقة وبال على صاحبها، لكن يعطيه الله ما هو أفضل من 100,000 ركعة يصليها بين يدي الكعبة. اللي الركعة الواحدة في المسجد الحرام تعدله 200,000 ركعة كما في بعض الروايات. فمائة ألف ركعة في 200,000 ركعة من حيث الثواب، هذا ما يعطيه الله عز وجل لهذا الشخص. مكانة عظيمة مرموقة، ليش واحد يخسر هالشي مكانة مع إمكان أن يرتبط بهذه المكان العالية في الدنيا؟ هنا يزرع. الرواية الأخرى، وبهذا الإسناد عنه عليه السلام قال: قال جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس. رابط الرجل معناه أقام فيه. المرابط يعني المقيم، هو الذي يأتي ويذهب، لم يغادره، هو موجود ثابت، واظب عليه. في الآية المباركة: الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. أمر للمؤمن أولا في المرحلة الأولى الصابر. المؤمن هناك مشاكل تتجه إليه، هذا واضح، فيجب عليه الصبر، اصبروا، وأمر بالصبر. ثانيا صابروا، صابر باب المفاعلة. شنو معناه؟ يعني بين طرفين. صابروا يعني يمكن أن تصبر الآخر والآخر يصبرك، يعني يصيروا جماعات، أحد بعضكم يصبر الآخرين. هسه مشاكل عديدة موجودة، مع ذلك واحد يشجع الآخر. أو صابروا كيف؟ يعني كما أن الكفار يصبرون قاعدين ركبة ونص على المسلمين، ما يتركوهم بأفكارهم المنحرفة، بفضائياتهم، بالأمور المختلفة، يريدون هدم واقع الإسلام. فأنتوا أيضا صابروا، مو تتعب، هو ما يتعب، أنت هم لا تتعب، فصابروا يعني كما صبروا أنتم أصبروا أيضا. ورابطوا، رابطوا يعني كما هم مرابطون أنتم مرابطون. رابطوا عن ثغور الإسلام. شنو ثغر الإسلام؟ شنو حدود الإسلام؟ حدود الدولة الإسلامية وين؟ يمكن أن يكون المقصود الحدود الجغرافية، يعني الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية لها حدود،
طبعا الدولة الإسلامية الكبيرة، مو هذه الحدود المصطنعة في بلادنا، الدولة الإسلامية يعني كل المسلمين أمة واحدة، هذه القوميات كلها ملغات. فالأمة الإسلامية اللي حدودها الآن، وفي زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت حدود الدولة الإسلامية بمقدار 50 دولة من دول العالم اليوم كما يذكره بعض أهل التاريخ، الدولة الإسلامية العظمى. طيب، فيمكن أن يكون المقصود الحدود بين الدولة الإسلامية وبين الكفار، فهذه الحدود تحتاج إلى مرابطين يقفون ويدافعون عن حياض الإسلام والمسلمين، وإلا الكفار يهجمون واضح ويحتلون البلاد الإسلامية. إلا أن الأقرب بقرينة باقي الرواية أنه ليس المقصود ثغور مادية، وإنما المقصود ثغور عقدية، اللي هذا شغل العالم اللي يكون مرابط في الحدود العقدية. يعني هناك أفكار منحرفة، شبهات تأتي وتذهب وتؤثر وتجذب الشباب وتجذب أهل الفن والاختصاص في كثير من الأحيان. هنا عمل العالم يجب أن يكون مرابطاً قائماً محافظاً، لا أن يمل أو يترك أو يقول أنا لم يستمعوا لي فأترك، كلا. لذلك في الرواية المباركة مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، الثغر اللي بعد هذا الثغر إبليس وعفاريت إبليس. إبليس هو مو موجود ظاهري مادي يجي يأخذ سيف يحاربنا، إذن مو المقصود الحدود الجغرافية المادية، وإنما حدود العقيدة اللي إبليس يجهز جيوشه وعفاريته ومردته لكي يوجب الانحراف في العقيدة. فالعالم هنا وظيفته تظهر أنه يقف أمام هذه الشبهات. طبعا بالنسبة إلى الآية المباركة أكو روايات تفسر هذه الآية، في الكافي اصبروا وصابروا ورابطوا، في الكافي الشريف اصبروا على الفرائض. الفرائض يعني الواجبات تحتاج إلى صبر، واحد يقيد نفسه بالواجبات بصلاة الصبح بصلاة المغرب والعشاء بالصوم، الواجبات محددة في الكتب، التقيد بالواجبات يحتاج إلى صبر. طبعا هذا مصداق، هذا بيان للمصداق، لأنه في روايات أخرى بيان لمصادق أخرى. اصبروا مطلق، إذا هنا الإمام بيّن مصداقا أنه المقصود بالفرائض، اصبروا حذف المتعلق يفيد العموم، يعني اصبروا في المحن الظاهرية، اصبروا في المحن العقائدية، اصبروا في المشاكل المتعددة، هذا يحتاج إلى صبر. فإذن هذه الرواية في الكافي اصبروا على الفرائض وصابروا على المصائب، يعني بعضكم يصبر الآخر على المصائب التي تأتي إلى الأمة الإسلامية، ورابطوا على الأئمة، يعني حافظوا على الأئمة، مو فقط حفظ بدن الإمام، وحفظوا شريعة الإمام، حفظوا ما ذكره الإمام من مسائل عقدية، من مسائل فقهية، من مسائل أخلاقية، جميع الأبواب رابطوا، يعني وظيفة رجل الدين أن يحافظ على ما ذكره الإمام، رابطوا على الإمام، على الأئمة. في الفقيه الصدوق رضوان الله عليه يقول ورابطوا على، يعني في الرواية ورابطوا على ما تقتدون به، رابطوا حافظوا على ما تقتدون به. في غيبة النعماني اصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف. المجتمع الإسلامي يعيش بروح واحدة، هناك سنن لله عز وجل، الحضارات لها حياة تبتدئ من مكان
وتصل إلى الموت في وقت آخر، سنة الله في الكون. شوفوا الحضارات السابقة، الفراعنة كانوا حضارة من أهم الحضارات، ولدت هذه الحضارة ووصلت إلى ريعان شبابها، ثم انتهت إلى الكبر والشيخوخة فالموت. كل الحضارات، والحضارة الإسلامية ليست شاذة عن هذه الحضارات، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا، هذه سنة الله في الكون. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الدنيا للعاملين، هكذا الحضارة الإسلامية قامت ونشأت وابتدأت، ولكنها إن تركنا تلك القوانين التي سببت قوة الحضارة الإسلامية، إن تركناها فتموت الحضارة وتصل إلى مرتبة أن هذه الحضارة لا يبقى لها إلا شكل، إلا اسم. فإذن المحافظة والمرابطة على إبقاء هذه الحضارة الإسلامية بما ذكره الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، من أهم ما يمكن للعالم، لرجل الدين، أن يكون هدف هذا. يعني تارة شخص ما عنده هدف، أنا أدرس لفترة من الفترة، تارة له هدف واضح محدد. فليكن هدف الإنسان ضمن أهدافه أن يحافظ على شريعة سيد المرسلين، فليكن هذا هدفه. إذا كان هذا هدفه فلا يبخل، إن وفق للخطابة في ميدان يذهب ويهدي، إن جلس مع الشاب يتكلم معه، يحمل هم الهداية للآخرين، هذا مهم. أما من لا يحمل الهم فيمكن 40 سنة يدرس، 50 سنة يدرس وهو هذا، لا، فلنحمل الهم. طيب، لذلك إحنا نشوف أنه هناك تأكيد، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع، يعني الروح ذكرنا واحدة، أكو تأكيد في الآيات في الروايات المختلفة في النصوص الشريفة على ضرورة التلاحم مع الآخرين. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ليش؟ لا تقعد ببيتك، اطلع ارتبط بالناس، خلي يشوفوك يستفيدون من نمير علمك. هذا التأكيد. في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد، يتركون الصلاة في المسجد، أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم. إلى هذه المرحلة، إذا واحد قعد ببيته وما راح للمسجد، يعني لم يرتبط، لأن المسجد في تلك الفترة كان محل الارتباط، الناس جايين للصلاة، يجون قبل الصلاة بفترة، بعد الصلاة بفترة، فيمكن أن ترتبط معهم. هذا هو إظهار لعظمة الإسلام وعظمة المسلمين وارتباط المسلمين بعضهم بالبعض الآخر. فعلماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، الثغر اللي هو بعده إبليس جالس هنا ينتظر الهجمات، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا. الضعيف يتأثر بالشبه، القوي عنده فتسد حصينة، حصن حصين، ولكن الضعيف يتأثر. في أبان المد الأحمر الشيوعيون دخلوا العراق، وحقيقة أفكارهم تأثر بها الكثير من الشباب. في بعض الحوزات العلمية فكر بعض العلماء بأن الشيوعيين لهم شبهات كثيرة، كثير منها مغالطات، عوام يتأثرون بهذه الشبهات. فلو أردنا نحن العلماء أن نجيب عن شبهة شبهة، هذا شنو يصير؟ ما نقدر، بعض الشبهات معقدة، الشبهة يمكن ظاهرها جميل، الجواب علمي برهاني ما يفهمه، فماذا نصنع؟ فقال بعض العلماء أنه على كل رجل دين أن يحاضر، محاضرة تكون عنده بعد الصلاة في الجامع، إذا في منطقة ما فيها جامع في الشارع يدعو شباب الشيعة، يجلس معهم ويتكلم معهم عن أصول الدين،
التوحيد والعدل، الأصول الدين فقط، ما يتكلم معهم عن شبهات الشيوعيين وأراءهم وأفكارهم. فتأثرت بعض الحوزات العلمية، يعني بعض المدن اللي فيها الحوزات العلمية أقل تأثير، بعض الشباب انحرفوا طبعا لأنه موج هائل يأتي ويأخذ يجرف البعض، ولكن الكثير منهم أصبحت عندهم عقائد سليمة. اللي عنده عقيدة سليمة حتى لو يستمع للشبهة، هذه الشبهة لا تخترق قلبه وفؤاده. يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب. إبليس وشيعة إبليس وسمردته أو من يتبع إبليس والنواصب. نواصب، من هو الناصبي؟ إذا الناصب من أبغض العداء لأهل البيت أو أظهر العداء لهم، وفي بعض الروايات أعان، في رواية أنه ليس الناصب من نصب لنا، فإن الناس نتيجة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المسلمين المقصود به يحبون الرسول وأهل بيته، ولكن الناصب من نصب لكم أنتم، يعني أظهر العداء لكم، أظهر العداء للشيعين. طبعا أحد المستبصرين كان يقول من الذين درسوا فترة في الجامعات السعودية، حتى يقول أنا كنت تلميذ لبن باز في فترة من الفترات، وهو حي الآن من المستبصرين من الشيعة المدافعين وله تأليفات، كان يقول نحن الوهابيين، يعني في تلك الفترة كان وهابي، كنا في المجالس الخاصة نلعن والعياذ بالله أمير المؤمنين، يظهر يعني ما يقدر يظهر أنه عدو علي بن أبي طالب، الإمام أمير المؤمنين باعتبارهم الخليفة الرابع لهم عندهم، ولكن يقول في المجالس الخاصة كنا نلعن والعياذ بالله، إن هكذا يحملون البغض تجاه أمير المؤمنين ولكن لا يتمكنون أن يظهروا. طبعا الآن هذول أزلامهم الدواعش كذا يظهرون ذلك ولا يخافون. طيب، النواصب هؤلاء يريدون أن يهجموا على البلاد الإسلامية، أن يفتحوا الثغور الإسلامية، الثغور الجغرافية أو الثغور العقدية كلاهما. ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا قام منتصبا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة. هذا الجهاد بالسيف جهاد الروم والترك والخزر. الترك على قسمين، ترك الخزر وترك السلاجقة. ترك الخزر هذول اللي الآن في روسيا والصين كذا، هؤلاء ترك الخزر يجتمعون مع الروم ويهجمون، من علائم من العلائم قبل ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، التحالف بين ترك الخزر والروم على البلاد الإسلامية، ويهجمون ويستلمون الشامات والعراق وحتى إيران كذا، موجودة في بعض الروايات. فهذا اللي يهجم يهجم على البلاد الإسلامية ما يسلب دين الناس، يقتل الشيعي، يقتل المسلم، يقتل الموالي، زين الموالي عندما يقتل يدخل الجنة مرتاح. إحدى الحسنيين كما في الآية المباركة، هل تنقمون منا إلا إحدى الحسنيين. الكفار المسلمون كانوا يخاطبون الكفار، إن ربحنا في الحرب فهذا حسن، وإن قتلنا في الحرب فأيضا إحدى الحسنيين، إذا قتلنا نحن نذهب إلى الجنة، أما أنتم فحياتكم حياة دنيوية فقط، إن خسرتم فانتهيتم، نحن كلا في كلتا الصورتين نربح، سواء ربحنا ظاهرا فهذا ربح ظاهري أو قتلنا فهو ربح واقعي معنوي أخروي. كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانه. الدفاع عن الدين أهم من الدفاع عن البدن، البدن بالنتيجة الإنسان ميت، الإنسان يأمل أن يعمر أكثر من 100 سنة. مو ذاك عبيد الله بن الحر الجعفي لعنه الله،
الذي طلب منه الحسين سلام الله عليه أن ينصره، فقال هذا سيفي هذه فرسي. قال لا حاجة لي بسيفك ولا فرس، أنت تعال. قال أنا أعذرني. فبعدين في عصر عاشوراء دخل إلى كربلاء بعد مقتل سيد الشهداء، وعلى قبر سيد الشهداء، على جسد سيد الشهداء، قام متباكياً، مو باكياً، متباكياً، وقرأ تلك الأشعار المعهودة. وبعد ذلك لم يعش إلا 10 سنين مطارد، لأن الحكومة كانت تطلبه، وهو كان فار، وأخيراً وقع في النهر ومات غرقاً. يعني لم يعش بعد عاشوراء إلا 10 سنوات، وكل مطارد وفي خوف، حسب القاعدة كان يلطم على رأسه. من فيه واحد ميت ميت ينتهي، بس شنو؟ أن يحافظ عن الثغور العقدية، هذا هو المهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للدفاع عن الثغور العقدية، أن نوفق أولاً أن نكسب تلك العلوم التي يمكن أن نهدي بها الآخرين. طبعاً العلم إن شاء الله سنذكر في ليلة أخرى، العلم مع التقوى مع الأخلاق، فهذه أركان. أما العلم بدون التقوى بدون الأخلاق بدون العمل الصالح هذا ما ينفع، ما يكون إلا وبال. أسأل الله أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.